شيخ انا حامل من شهرين. نعم. وقالوا لي ان الجنين ميت، يعني ممكن انه يسقط في اي لحظه يعني. فالبارحه نشيت الصبح كان يعني كرمك الله والسامعين ان دم العاده، يعني دم الدوره بعد يعني شوي بس مو بون وايد، وعقب تم مثل الافرازات العاديه البنيه. فانا من شفت ان دم العاده قلت يعني بفطر فطر، وحتى ان حتى الصلاه ما ادري يعني انا ما صليت. اي لكن انت حامل، وين كان الجنين ميتا لكنك حامل في بطنك شيء يعني. اي الحامل عاده لا يعني لا تحيض، لم تجر العادة أن تحيض. صحيح بعضهم يقول إذا كان الجنين ميتا حاضت، لأن الحيض أصلا يتحول إلى غذاء للجنين، فإذا مات الجنين خلاص بدأ الحيض يخرج. لكن الأولى حقيقة أن تعتبريه ليس دم حيض، وأن تصلي وتقضي أيضا هذا اليوم الذي أفطرت. أوكي، يعني أنا صلاتي حتى يا شيخ أقضيها الصلاة. أنت كم صلاة تركتي؟ العصر والمغرب والعشاء. إيه، واليوم أيضا ما صليتي؟ لا اليوم انا حتى يعني صمت، وقلت يعني لان ما شيء نزل بعد من هذه الحادثه فاغتسلت وصمت اليوم. خلاص الاولان تقضي.